السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تلاميذ وتلميذات السنة الثانية بكالوريا. إذا في هذا الفيديو غادي نحاول نتكلم لكم على درس يعني استهلاك المادة العضوية وتدفق الطاقة. يعني نتكلم على لاغليكوليز، نتكلم على لو سيكل دو بيريفات او بيان لو سيركل دو سيترات. يعني غادي نتكلم على إنتاج الطاقة انطلاقا من المواد العضوية، les matières organiques, les lipides, les glucides et les protéines. Donc, هادو هما مصادر الطاقة. كما نعلم بأن الATP هي جزيئة طاقية، يعني جزيئة طاقية كيميائية، يعني نتجت من تفكيك أو من هدم حمض البيروفيك ومن تحليل ومن انحلال الجليكوز. Donc, من الجليكوليز الجليكوز ومن لو سيكل دو بيروفات. اذا غادي نتكلم لكم بواحد الطريقه مبسطه باش تفهموا هذا الدرس مزيان. هو راه الدرس ساهل ما صعيبش بزاف، حاولوا تتبعوا معايا بتفصيل. اذا كما نعلم بان الانسان يتغدى علاش؟ باش كيسدد الاحتياجات الجسم ديالو، باش الجسم انه كيكون قادر انه يتحرك، انه يتمشى، انه يعني خاص طاقه. اذا هذه الطاقه هذه هي على شكل ATP. دونك الجسم ديالنا كيستعمل الطاقة على شكل ATP. دونك جميع الخلايا عندنا في الجسم تتنفس، تتغذى، وتطرح الفضلات. إذن أن مصدر الطاقة كاين في التغذية، وبالضبط فين كاينين؟ كاين في المواد العضوية، كاين في السكريات وفي الدهنيات وفي البروتينات. إذا عندنا منين كناكلو حنايا هاد البروتينات والدهنيات والسكريات، الجهاز الهضمي يقوم بتفكيك هذه المواد العضوية إلى مواد قيت. وما معنى هاد المواد القيت؟ كيف كنا نقول مواد القيت؟ مواد القيت وهما الجليكوز، وهما الأحماض الأمينية والأحماض الدهنية والجليسيرول، وهادو هما مواد القيت، والفيتامينات والأملاح المعدنية. كما نعلم بان الاملاح المعدنيه والفيتامينات يعني كيكونوا في التغذيه كما في المواد الغذائيه، كيبقاو كما هما حتى الجهاز الهضمي يعني في المعي الدقيق، يعني ما كيوقع حتى شي تغيير على 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 مستوى هذه المكونات، الاملاح المعدنيه والفيتامينات. اما البروتينات والدهنيات والسكريات، الجهاز الهضمي يقوم بتفكيك هذه المواد الى مواد القيت. اذا كنعرفوا بان المواد القيت تمر الى الدم، ومن الدم إلى الأعضاء، إلى جميع أعضاء الجسم. إذا الدم دوره يقوم بنقل مواد القيت إلى جميع أعضاء الجسم، بمعنى إلى جميع خلايا الجسم لكي تتغذى وتتنفس. إذا الدم يقوم بنقل الأكسجين ونقل مواد القيت، ويعني تيطرح فضلات يعني من الخلايا، وتطرح ثنائي أكسيد الكربون. إذا قلنا بأن الخلايا تستقبل مواد القيت. إذا مواد القيت هما كما قلنا أحماض أمينية، أحماض دهنية، غليسيرول، فيتامينات وأملاح معدنية. إذا حنا غادي نتكلموا على السكريات. إذا في الدرس عندنا كنتكلموا على السكريات فقط. إذا هو سكر ومادة عضوية. إذا هذه المادة العضوية غنية بالطاقة. إذا شكون هو الجهاز الذي يقوم بتفكيك هاد السكر الجليكوز؟ شكون هو اللي قادر أنه يفككه؟ هي الخلية. إذا عندما يدخل الجليكوز إلى الخلية، أول مرحلة تقع على مستوى الخلية هي مرحلة انحلال الجليكوز. أول مرحلة تقع هي مرحلة انحلال الجليكوز. ما معنى مرحلة انحلال الجليكوز؟ إذا الجليكوز كيمر عبر مجموعة من التفاعلات الكيميائية، وفي الاخير كنحصل على في اخر هاد المرحله كنحصل على حمض البيروفيك مع 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 جزيئات طاقيه. اذا جزيئات الجليكوز كتحول الى 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 فريكتوز، والى فريكتوز ولا بيفريكتوز، ومن البيفريكتوز كيتحول الى الى بيروفات عبر مجموعه من التفاعلات. اذا هاد التفاعلات تصاحبها انتاج طاقه، انتاج ATP، اللي هي كما نعلم بان انحلال الجليكوز هي مرحله تنتج فيها 8 جزيئات ATP زائد حمض البيروفيك. اذا حمض البيروفيك المصير ديالو بوجود الاكسجين. اذا كان الاكسجين متوفر بالخليه،
فحمض البيروفيك يمر الى الماتريس، اذا الى الماتريس، بمعنى ينتقل حمض البيروفيك الى الميتوكوندري. الميتوكوندري هو عضو، هو عضي، عفوا عضي للخليه، بالنسبه للخليه هذا العضي يقوم دوره هو انتاج الاتي بي، هو انتاج الاتي بي، بمعنى ان دخول حمض البيروفيك كما نلاحظ هنا في الصوره هو حمض البيروفيك والبيروفات، هذا هو الشكل الكيميائي، التركيب الكيميائي ديالو، هذا هو التركيب الكيميائي. اذا كيدخل حمض البيروفات وحمض البيروفيك يدخل الى الميتوكوندري، هيا كنشوفوا هنا الميتوكوندري. اذا في الاخير دونك هذا التفاعل كيحصل من البيروفات الى اسيتيل كوا، هذا الاسيتيل كوا هو اللي كيدخل في دورات كريبس. اذا لو بيروفات انتر دون لا ميتوكوندري غراس ا اون بيرمياز، واحد لانزيم، et un mécanisme de contre-transport, يعني de نقل de protons et de pyruvates. إذن هذا هو الأسيتيل كوا. إذن يصاحب هذا التفاعل إنتاج NADH plus H plus. دونك عندنا هنايا تفاعل اختزال reduction. دونك هاد لا رياكسيون هادي كتعطيني NADH H+. إذا هاد NADH H+ هي جزيئة طاقية تحتوي على ثلاث ATP. دونك كل NADH بلس كتعطيني ثلاثة ديال لي ATP. بيان، إذا هنايا هادي هي دورة كريبس، إما كنسميوها بلو سيكل دو كريبس أو بيان لو سيكل دو سيترات. دونك هاد لو سيكل دو سيترات أو بيان لو سيكل دو كريبس، دونك سي ديرول أو نيفو دو ماتريس، دونك لا ماتريس. Donc il y a le centre de la mitochondrie. Donc la mitochondrie est née dans la membrane externe et la membrane interne. La membrane interne est née à la moustawa de la chimie. Il y a la moustawa de phosphate ATP. إذن هاد المسائل هادو خصكم تعرفوهم يعني مزيان. إذا لو سيكل دو كريبس يعني هي واحد الدورة هي تقوم بتفكيك تقريبا بهدم حمض الأسيتيل. دونك هاد الأسيتيل كيرتبط مع الأوكسالو أسيتيك وكيعطيني سيترات كما تشوفون هنا. الأسيتيل كوا، دونك الكوا كيمشي كيعاود يرجع باش كيرتبط مع أسيتيل جديد. دونك هاد الأسيتيل يرتبط مع الأوكسالو أسيتيك وكيعطيني حمض السيترات. دونك السيترات كيجيني من التفاعل ديال اسيتيل بلس اوكسالو اسيتات. دونك اللي كيعطيني كيفورمي ليا 6 ديال لي كربون كما كتشوفوا معايا هنا، 6 ديال لي كربون، 1 2 3 4 5 6. دونك هاد 6 ديال لي كربون باش يلاه يتم دورات كريبس. اذا لما كانش عندي سي سي كربون ميمكنلاش تبدا التفاعلات. اذا التفاعل باش ينطلق سيكون عندنا 6 ديال لي كربون. اذا هنايا كتشوفوا هنايا عندنا التفاعل الاول يعني كيكيليبري السي او 2، دونك هنايا تعطيني ايزو سيتراد. من بعد الايزو سيتراد كيعطيني كيعطيني كيتو غلوتارات. اذا هذا التفاعل هذا يصاحبه تفاعل اختزال. دونك هذا التفاعل اختزال يعني هو لا ريدكسيون، رياكسيون دو ريدكسيون. دونك عندي ان ا دي اتش بلس، دونك هاد ان ا دي اتش بلس راه عندي هنايا حصلت على ثلاثه ديال لي زاتي بي. هنايا التفاعل الرابع كما تشوفوا معايا هنايا، التفاعل الرابع عندي تفاعل يعني اختزال، عندي هنايا تحرير ان ا دي اتش بلس لان هو ثلاثه اتي بي كذلك. وهنايا كنحصلوا على جي تي بي، دونك هاد التفاعل الخامس. يعني هنايا كنعرفوا بان تحرير الكوا، دونك هنايا تحرير واحد الكربون هنايا، لان جي تي بي باردون، لا ماشي تحرير الكربون. هنايا كنشوفوا بان جي دي بي كيتحول الى جي تي بي. هاد جي تي بي هي جزيئه طاقيه كذلك بحال شكل اتي بي، تشبه جي اس اتي بي. هنايا التفاعل السادس هنايا كنشوفوا تحرير يعني ان اف ا دي اتش 2، دونك تفاعل اختزال. دونك هاد اف ا دي اتش 2 هي جزيئه طاقيه تحتوي على جزيئتين من الاتي بي، دونك تعطيني جوج اتي بي.
هنا عكس الان ا دي اتش بلس، الان ا دي اتش بلس كتعطيني 3 ديال لي زي تي بي، اف ا دي اتش 2 كتعطيني 2 زي تي بي. دونك هنايا كتحسب لينا الفيماغات، دونك الفيماغات كيعطيني المالات، والمالات كيعطيني الاوكسالو اسيتات. دونك هذه هي الدوره ديال كريبس، انتم اللي خصكم تعرفوا وتعقلوا عليه مزيان. في هاد دورة كريبس هو المحصول الطاقي اللي عندكم، الحصيلة الطاقية اللي خصكم تعرفوا بأن كل دورة كريبس كتعطيني، يعني كتعطيني ان اف ان ا دي اتش 2 فوا فوا 3، يعني عندي ان ا دي اتش 2 ان ا دي اتش 2 ان ا دي اتش 2، يعني عندي 3 ديال ان ا دي اتش 2. دونك 3 كنضربهم في 3 كيعطيني 9، كنزيدهم مع الاف ا دي اتش 2 اللي كتعطيني 2 ديال تي بي كتعطيني 11، ومع هاد جي تي بي او ا تي بي كتعطيني هي 12، وزائد 3 ديال لي زي تي بي اللي كتعطيها للتفاعل ديال الحمض البيروفيك الى الاسيتيل كوا. دونك من اسيد بيروفات الاسيتيل كوا كيوقع عليه واحد التفاعل اختزال اللي كيعطيني 3 ديال لي زي تي بي. اذا المجموع هو 15 ا تي بي لكل دورات كريبس، اذا 15 ا تي بي لكل دورات كريبس. اذا كنعرف بان كل جزيئات جليكوز كتعطيني حمضان من البيروفيك. دونك خلال انحلال مرحله انحلال الجليكوز، كل جزيئات ا تي بي كتعطيني جوج ديال الحمض البيروفيك، وكل حمض بيروفيك كيدخل في دورات كريبس. اذا كل حمض بيروفيك كيدخل في دورات كريبس كيعطيني 15 ا تي بي. اذا انا عندي جوج ديال الدورات، اذا عندي 15 في جوج هي 30 ا تي بي، زائد 8 ديال لي تي بي كيعطيني في التوتال 38 ا تي بي. اذا هاد 38 ا تي بي دونك في سيكل ايروبي، دونك في سيكل ايروبي بمعنى ان مسلك التنفس كيعطيني 38 ا تي بي. اذا في مسلك التخمر، اذا يعني ما كيكونش عندي الاكسجين، يعني ان الحمض البيروفيك كيبقى في الجيب، كيبقى في الجبله الشفافه، اذا كيبقى تما وكيتخمر وكيعطيني الحمض اللبني مع تحرير، مع تحرير مع اختزال، مع اكسده، عفوا اكسده يعني كتبقى لي يعني جوج اليزا تي بي هما اللي هو المحصول الطاقي، يعني في المرحله ديال التخمر، يعني انايروبي، دونك فوا انايروبي، دونك مسلك التخمر. اذا هذا مسلك التخمر كما نعلم بان التخمر الكحولي يحدث خارج الخلايا، اما بالنسبه للتخمر اللبني يحدث على مستوى الخلايا الحيوانيه، اما التخمر الكحولي يحدث على مستوى الخلايا النباتيه. اذا اللي خصنا نعرفوه في هذا الدرس بصفه عامه ان جزيئه الجليكوز عندها المسار ديالها، عندها جوج ديال المسارات، اما المسار المسلك التنفس، اما مسلك التخمر. مسلك التنفس يعني كيكون هدم تام وكلي لجزيئات الجليكوز، يعني بوجود الاكسجين مع حصول على 38 جزيئه من الاي تي بي. اذا هذا المسلك التنفس يعني كيمر من المرحلتين، المرحله الاولى هو انحلال الجليكوز على مستوى الجبله الشفافه، وهدم حمض البيروفيك، يعني هو الحمض البيروفيك هو الناتج من انحلال الجليكوز. اذا المصير ديال الحمض البيروفيك، المصير ديالو بوجود الاكسجين، اذا كان الاكسجين متوفر بالخليه، اذا هذا الحمض البيروفيك يذهب الى الميتوكوندري باش يعطيني حمض السيترات، وهذا اللي هو يعني حمض السيترات اللي كيدخل في دورات كريبس وكيعطيني 15 الاي تي بي، وفي التوتال يعني كيعطيني 30 38 اي تي بي في مسلك التنفس. اذا مسلك التخمر، اذا يعني بغياب الاكسجين يعني الحمض البيروفيك يبقى على مستوى الجبله الشفافه، وتتم واحد التفاعل اكسده اللي كيفقد ليا جوج ديال ان ا دي اتش 2، لان في مرحله كنعلم كما نعلم بان مرحله انحلال الجليكوز كنحصل على يعني الحصيله الطاقيه كتعطيني جوج ديال لي زي تي بي وجوج ان ا دي اتش 2 زائد حمض البيروفيك. اذا جوج ان ا دي اتش 2 يعني كتتم الاكسده ديالها وكتفقد ليا 6 ديال لي زي تي بي. اذا كنبقى تتبقى ليا غير جوج ديال لي زي تي بي هي اللي كتكون عندي في المسلك التخمر. اذا هذه هي تقريبا عطيتكم خلاصه عامه للدرس. اذا حاولوا يعني تعاودوا الفيديو باش يعني تفهموا مزيان هذا الدرس، هذا لانه مهم كيتحط عليه 5 نقاط في الامتحان الوطني. وكنشكركم على المتابعه وبالتوفيق، والى فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.